مرحبا، عامل رجيم وحاسس انه معدتك بلشت تترهل وحابة تشدها، او انك حامل وولدتي وحابة تشدي بطنك اللي ترهل بعد الولادة، هاي الحلقة اكيد الك، اكيد الك. رافقونا. مرحبا، معكم احمد سمارة، اخصائي التغذية العلاجية باستخدام الرجيم الكيتوني والصيام المتقطع. بقدم لك في قناتك سمارس كيتو لايف اول باول اهم المواضيع الصحية اللي بتهم صحتك، بجاوب فيها عن كل اسئلتك واستفساراتك. حلقتنا اليوم حلقة جديدة، اكيد رح نحكي فيها بموضوع جديد الا وهو البطن، ترهل البطن بعد الرجيم واكيد بعد الحمل والعمليات القيصرية. فهذه الحلقة بتهم الرجال اللي عمالهم بيدخلوا في الكيتو عم بنحفوا بسرعات رهيبة، لانه بشكل عام الرجال اسرع من السيدات بالنزول بالوزن، والسيدات اللي برضو عم بينزلوا بالوزن وحاسين عندهم ترهلات، او بالذات بعد الحمل والولادة، وبالذات اذا كان في عملية قيصرية في الموضوع. فحلقتنا اليوم رح اعطيكم تمارين ان شاء الله تساعد على انها تنشد المعدة وينشد الجلد. واكيد بالكيتو ما في داعي لاي شيء تفكير بان الواحد يدخل بعمليات قص الجلد وعمليات تجميل، لانه احنا بالكيتو عندنا هرمون النمو بيزيد. فترافقوني بعد الفاصل. واليوم ان شاء الله بناء على اسئلتكم عن موضوع ترهل البطن اثناء الرجيم، لان الواحد بنحف وبيخسر كثير من وزنه. ففي من عندي بالمشتركين عم بنزلوا في، يعني في بعضهم 10 كيلو في الشهر، بالذات اول شهر، وبتلاقيهم باول شهرين بنزلوا بحدود ال 15 16 17 كيلو حسب كل واحد، وبالذات الشباب يعني. والسيدات اللي بيكونوا حوامل وببلشوا يرضعوا مع الالتزام بالكيتو بيكون نزولهم اسرع من صغيرهم من السيدات، وعندهم الجلد اصلا في عنده نوع من الترهل. فبناء على طلباتكم عملت لكم هاي الحلقه. هلا مشكله منطقه المعده انه الابروتش تبع انزال الوزن فيها، او الابروتش للتوجه نحو كيف نقلل ونشد الجلد فيها، خاطئ. يعني عاده بكون الطريقه التقليديه انه كيف انا بدي اشد هاي المنطقه، بروح بعمل تمارين الضغط اللي هي بتسطح على الارض وبعمل الضغط. لكن مشكله الضغط انه انت اوكي انك بتعمل تمارين لعضلة الظهر، عضلات الظهر من وراء، بالإضافة لعضلات الأبدومين، عضلات البطن، إلا أنه الجلد بطبيعته أنت عمالك لما بتعمل عملية الانقباض في العضلة عمالك بتتني الجلد، فأنت فعليا ما عمالك بتساعد أنه تنحل هاي المشكلة. فالأول تمرين وأهم تمرين رح أعلمكم إياه اليوم هو تمرين الضغط العكسي، أو بسموه الباك سيتابس أو الريفيرس سيتابس بالأحرى. الريفيرس سيتابس، هلأ التمرين هاد حيكون مرتكز على أساس أنه أنا بدي أشد الجلد وليس أضغطه، بدي أشد العضلة. فمع التكرار التمرين يوم بعد يوم أنت رح توصل لمرحلة أنه أنت عمالك بتحفز الدورة الدموية لهاي المنطقة، بتحفز أنه الجسم يعالج حاله، فبالتالي رح ترجع تنشد وتصير منبسطة بطريقة بسيطة. هلأ خليني أفرجيكم كيف بدي أعمل التمرين. هلأ التمرين بكل بساطة أنه أنت بدك تعمل عكس السيت ابس، فبديش انا اشد الظهر واضغط هذا، بدي ارجع انا بطني لورا، فاذا ظهري لورا عفوا كاني بدي اوقع على الارض، فبصير اعمل زي هيك وبشد عضلات الارداف المؤخره وبتصير اعمل لورا معي، بحاول ارجع لحالي اكثر شيء لورا. اوكي، هلا بعديها برد بظبط قعدتي، برد برجع اوكي، وبدفش الارداف للامام، بعدين برد برجع، بعدين برد برجع لورا، بعدين لقدام. فالتمرين حيكون أماما خلفا. فبتقدر تستخدم إيديك بالطريقة تحافظ على توازنك، لأنه أنت بتحاول تترجع قدر الإمكان، وبتحسوا أنه أنا بمس بعمل التصوير عمالي بتهز العضلة هاي، فأنت عمالك بتشد كل منطقة الأرداف مع البطن. هلأ قديش بدنا نعمل هذا التمرين؟ هذا التمرين بدنا نعمله بحدود 25 مرة، يعني التعداد المرات 25 مرة. طبعا كل ما كان أبطأ التمرين والتعداد بكون فيه هدم أكثر للعضلة، فبالتالي بتنشد أكثر. الشغلة الثانية إنه 25 مرة على 4 جلسات، يعني بدي أعمل 100 مرة هاي الحركة، كل مرة كل جلسة بخمس 25 مرة. فبدي أبلش أنا أعمل تمريني 1 2 3 4،
بخبص 25 مرة، برتاح 30 ثانية، بعد ال 30 ثانية برد برجع بعمل 25 مرة ثانية لأربع جلسات، يعني بمحصلة 100 مرة. هلا قديش بكررها؟ بكررها يوم بعد يوم، يعني اليوم عملنا التمرين، بكرة بترك العضلات ترتاح، بترك الجسم يلتئم، بعدين برجع بعمله بعد يوم. فإذا أخذناها أحد اثنين عطلة، يوم الثلاثة بتعمليها أو بتعملها، يوم الثلاثة عطلة، يوم الأربعة بتعمله، يوم الخميس عطلة، وهكذا. فبتعطي مجال للعضلات تتراجع. والحلو في الموضوع انه انت مجرد انك عمالك بتشتغل على اي عضلة من جسمك، هاي العضلة وانت نايم بتزيد حرقك للدهون، فبالتالي اكيد بتزيد سرعة النزول بالوزن، فضروري تعملوها. هلا النوع الثاني من التمارين هو التمرين بسموه البلانك، هو بيشبه البوش ابس لكن بدون بوش ابس، والهدف منه مش نرهق عضلات الايدين، الهدف منه نرهق عضلات الجذع اللي هو المنطقة الترنك هاي اللي هو الكور اللي هو البطن مع الظهر، حيكون الالتزام فيه زي ما بدي افرجيكم الان. طبعا قد يبدو انه التمرين سهل لكن هو جدا صعب، لانه كل فترة بدك تزيد عدد الوقت. خليني افرجيكم التمرين هلا، طلعوا معي. هلا بترجع بكل بساطة بتحط اجريك على الارض كأنك بدك تعمل بوش ابس، وبعديها بتروح بتحط ايديك الالبوز بتحطهم على الارض، فانت بترفع اجريك وبتنزل مؤخرتك وبترفع بطنك بنفس الوقت، وبتخلي راسك على استقامة مع جسمك. يعني ما بصير الواحد يكون هو بيعمل البلانك يعمل البلانك هيك، لازم يكون خط مستقيم. هون الصعوبة في الموضوع. طبعا هذه الحركة بتشد كل عضلات الظهر والبطن، فأنا هلأ أنا بحكي معكم عمالها بترز جسمي، فلاني زمان ما عملتها. هلأ قديش بدك تعمل التمرين هذا؟ بدك تعمله أول مرة بتعمليه 10 ثواني، أو بتعمله 10 ثواني وبتاخد نفس وبتستمر في 10 ثواني، بعدين بترتاح. بكل بساطة بترتاح بأنك بتحط إجريك على الأرض، بعدين بتقوم من التمرين. فبهاي الطريقة بإمكاننا إحنا نعمل تمرينين رح يكونوا كتير فعالين لشد منطقة البطن، وبالتالي نحل مشكلة الترهلات اللي بتصير عندك في البطن. هلأ الموضوع الثاني إنه طيب، هل بضلني استمر على 25 عملية الرجوع للوراء ومرة، ولا بزيد بحاول كل اسبوع تزيدي فرضا 3 او تزيد 3 مرات؟ يعني انا عملت اليوم 25، بكره بعمل بعد بكره بعمل 25 في كل جلسة، بعديها بصير 27 كل جلسة مرتين، بعدين بصير 31، فبضلني أزيد 3 حركات في الجلسة الواحدة. هذا في الريفيرس سيتابس. هلأ بخصوص البلانك، بلشي 10 ثواني، بلش 10 ثواني، بعدين روح فرضا ل 15، الجلسة اللي بعدها روح ل فرضا 20 25 30، وضلك زيد الفترة. الصعوبة انه انت بعد فترة بتلاقي انه انت صرت توصل دقيقة، وضلك تستمر في هذا التمرين اكتر. طبعا اكيد بقوي عضلات الظهر عضلات البطن. فبوصف لكم تمرينين اللي هو تمرين البلانك والتمرين الريفيرس ستابس. وبالنهاية ما بدر لكم السلامات، ولا تنسوا اكيد تنضموا لجروبنا في هذا العالم الرائع في الفيسبوك، جروب سمارس كيتو فانت فاستنج بلانيت، العالم اللي كلنا عمال بندعم بعض فيه، كله بيحط اسئلته واقتراحاته وكله بيجاوب عليك. فبصفي فيه كوميونيتي، بتحس حالك مش لحالك في الدنيا عم تعمل كيتو، انت واحد من اصل مجموعة من الناس اللي عايشين في هذا الكوكب معانا، كوكب السمارس كيتو اند فاستنج بلانيت. وبالنهاية اكيد ما بدي اقول لك سلامات، واقول لك لا تنسى تعمل اكيد لايك واكيد سبسكرايب عشان تطلع لك اول باول ابديت الفيديوهات اللي بدي انزلها، واذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة اكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة اكيد خير. وانا اللي عملت اللي علي وضايل عليك، فاكيد لا تنسى تكبس هالاشعار وتعمل شير. فبشوفكم على المرات الجاي، وطبقوا التمرين وردوا لي خبر، وتصبحوا على خير.